لأن السودان يعد من الدول المتأثرة بمشكلة النزوح جراء الحروب والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، دارت المناقشات بشأن هذا الوضع الذي أفضى إلى وجود سودانيين في ظروف استثنائية استدعت تقديم المعونات لهم. يحزنني أن تكون البلد السرية، الجزء السري من السودان كدارفور، في موقف يتحدث الناس عن إعادة أهله له، وكان يستضيف الناس في بيوتهم، ويكسو الكعبة الشريفة ويكسو ويطعم الحجاج، حجاج بيت الله الحرام. عرف النازحون بأنهم أشخاص لم يعبروا حدودا دولية بحثا عن الأمان، ولكنهم ظلوا مهجرين داخل أوطانهم وفي حماية حكوماتهم، وصدرت أرقام من جهة رسمية عن عدد النازحين في السودان فوق 1,800,000 نازح موزعين على ولايات دارفور بصورة أكبر، ومن بعد ذلك ولايات كردفان والنيل الأزرق، ويعني دي هذه أبرز المناطق اللي فيها يعني نازحين. هنالك أعداد صغيرة هنا وهناك يعني، ولكن كلهم إجماليهم فوق عدد 1,800,000 تقريبا. وفي ظل سودان ما بعد الثورة، تمت الإشارة لوضع النازحين القانوني والإنساني ضمن الاتفاق السياسي، ونصت عليه المادة رقم 67 في الوثيقة الدستورية، حيث قررت المادة 67 مبدأ بناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وقررت أيضا ذات المادة ضمان حق مشاركة النازحين في الانتخابات العامة والمؤتمر الدستوري. وخرجت الورشة بتوصية من أهمها حماية الحقوق الإنسانية والقانونية للنازحين في العودة إلى قراهم، مع تهيئة البيئة الملائمة قبل عودتهم، ورفعت التوصية إلى مجلس السيادة. يعد إنجاز ملف السلام الشامل والعادل في السودان بمثابة وضع المسمار الأخير في نعش النزوح. عفرة فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.